السلام عليكم. منذ أن كنا صغارا تعلمنا أنه من الصعب أن نكسر العصي المجتمعة، ولكن من السهل أن نكسر العصي المتفرقة. في البدء أرفع الأكف لله بالدعاء للعراق بالنصر، وأن يحفظ الله العراق، وأن يحفظ وحدة العراق وشعب العراق من شماله إلى جنوبه، وأن يوقف شلال الدم الذي يجري في العراق وفي كل البلدان العربية والإسلامية وفي البشرية جمعاء. نحن نفرح دائما عندما تحقق أوطاننا الانتصار في أي مجال كان، ولكن لا معنى للانتصار إن لم يتحقق انتصار أعظم، هو انتصار الإنسان، هو بناء الإنسان، أي أن يبني الإنسان نفسه وأن يتحرر من قيود الحقد والبغضاء والطائفية التي تدمر مجتمعاتنا. ما معنى الانتصار إن رجعنا إلى المربع الصف، مربع الطائفية والتفرقة التي دمرتنا على مر السنوات العجاف التي مرت، والتي بسببها خسرنا آلاف من خيرة الشباب العراقيين؟ دعوتي في هذا الفيديو إلى وقف نزيف الدم، بوقف الحق، وقف البغضاء والتسامح بين أفراد الشعب العراقي، وأن نرجع كتلة واحدة متحدة. كلنا لدينا اختلافاتنا، كلنا لدينا أمور نختلف بها، فكرية وعقائدية. أن ترى نفسك على حق وأن أرى نفسي على حق ليس معناه أنني أمتلك الحق المطلق، ولا معناه أن أحكم عليك بالزوال. أن أرى نفسي على حق وأراك على باطل، أو تراني على باطل وترى نفسك على حق، هذه دعوة للنقاش، دعوة لأن تريني الحق الذي لديك وأريك الحق الذي عندي. أما سفك الدماء وإزالة الآخر لا معنى له. إن الحق المطلق لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يمتلك الحق المطلق ويمتلك محاسبة الناس، ليس نحن. فالذي أدعوه من خلال هذا الفيديو إلى وقف الطائفية بشتى أنواعها بين أفراد الشعب العراقي، ولا أقصد فقط العراقيين بل أقصد كل الدول العربية والإسلامية، وأن يقف هذا شلال الدم الذي جرى على مر السنوات الماضية، وأن نتفكر قليلا في كيفية بناء مجتمعاتنا. هل المجتمعنا سيبنى ونحن متفرقين أم نحن متكاتفين؟ وأنا أدعو إلى نبذ الانتقام ونبذ روح الحقد والبغضاء بين أبناء الشعب، لأن دوامة الانتقام دوامة لا تنتهي، وهذه الدوامة ستلتهم المجتمع وتلتهم أبناء هذا المجتمع وتلتهم أجيال ستعاني من أخطاء نحن وقعنا فيها وهم من سيدفعون ثمنها. دعوتي لنبني العراق، دعوتي لنبني كل بلداننا، وكفى طعنا ببلداننا وتدميرا لها. دعوة لأن نقف بوحدة وصف واحد، وأن نبني عراق، عراق مبني على المحبة والإخاء، وكفانا شلالا للدماء. دعوة لكي نقف صفا بصف، وأن نقف بوجه كل من يريد تفرقتنا ويريد تمزيق مجتمعنا. إذا كنت ترى إن هذا الفيديو يستحق النشر وفيه رسالة قد تصل وتغير فكر بعض الناس، فقم بنشره ومشاركته. وأشكركم لاستماعكم وألقاكم في فيديوهات ثانية. سلام عليكم.